حياكم الله أحبتي المشاهدين. من أكثر الأمور اللي تقلق الأهالي عند عودة أطفالهم إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد هو إصابة أطفالهم بالأمراض المعدية والأمراض المنتشرة وغيرها من التفاصيل. فبحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا ارتئينا نناقش الموضوع والأمراض اللي تنتشر في المدارس، كيفية تجنبها، شلون نحافظ على أطفالنا، ليش لا ما يتم تعفير المدارس بين فترة وأخرى حتى نخلق بيئة صالحة وبيئة صحية للأطفال. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. للمدرسة أهمية كبيرة في حياة الأطفال، هي المكان الأمثل للتعليم وتلقي المعلومات. يتعلمون بها الأطفال ويكتشفون أشياء جديدة ويتعرفون على العديد من الأصدقاء والتعامل مع البيئات والطبقات المختلفة ويقيمون العلاقات الاجتماعية الكثيرة والواسعة، فهي بمثابة حجر الأساس للمعرفة اللي يكتسبها الطفل. المدرسة هي مكان للدراسة والاجتهاد ومكان للعب والمرح في الوقت نفسه. ومع بداية العام الدراسي الجديد بدأت تتعالى أصوات الأهالي بعد أن شكى أولياء الأمور من انتشار أعراض الإنفلونزا بين طلاب المدارس بشكل ملحوظ بسبب الاكتظاظ اللي تعاني منه هذه المدارس، حيث يقضي الأطفال جزء طويل من اليوم في المدرسة ويكونون في عرضة أكثر للإصابة بالأمراض المختلفة خصوصا المعدية منها. وحسب متخصصين، على الأهالي والمؤسسات توعية الطلاب بكيفية الحفاظ على النظافة وتفادي انتقال العدوى من طالب إلى آخر، والعمل على تعفير الصفوف بين مدة وأخرى لخلق أجواء دراسية مريحة ومناسبة. ويجب الاهتمام بتغذية الطفل وتقوية مناعته. إذن أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير، إحنا نعرف المدارس موجودة في العراق هي مدارس تحتاج لها إلى رعاية، إلى عناية، إلى ترميم، إلى صيانة، إلى تفاصيل كثيرة وعديدة، بالإضافة لأنه إحنا نحتاج مدارس بعدد أكبر. ونشوف أنه هناك مبادرات من قبل الحكومة من خلال بناء مدارس والعمل على هذا الموضوع، بالتالي محتاجين أيضا أنه يتم ترميم المدارس الموجودة حاليا، صيانتها بصورة صحيحة، صيانة المرافق الصحية، صيانة الصفوف، حتى نخلق بيئة صحية صالحة للدراسة، لأن المدارس الآن في العراق موجودة هي تعتبر بيئة ناقلة للأمراض بسبب أنه هذه المدارس تكون تكتظ بالطلاب بصورة كبيرة، أنه مدى تستوعب الأعداد الموجودة والهائلة، بالإضافة أنه الصف الواحد هو موجود به إذا كان يستوعب 20 طالب أصبح الآن يستوعب أكثر من 50 طالب، وفي بعض المناطق اللي تكون هي مناطق شعبية وغيرها أنه المدرسة أصبحت يعني الدراسة بها لا تطاق، بالتالي الصف أصبح يستوعب أكثر من 60 طالب. هنا أصبح هناك اختلاط الطلاب مع بعضهم لبعض بصورة كبيرة، أصبح هناك انتشار للأمراض بصورة كبيرة، وما صار للدوام بادي يعني شهر تقريبا وأصبحت المدارس هي بيئة ناقلة للأمراض. كل الأطفال مصابين بالفيروسات المنتشرة اللي إحنا دائما نعرف أنه بسبب اختلاط الأطفال مع بعضهم البعض، أصبحت هي الاختلاط هذا يسبب انه يكون النفس قريب على بعض الطلاب، بالتالي الافرازات اللي تكون من خلال الانفلونزا وغيرها هذه تكون على الطلاب وعلى الرحله وعلى مستلزمات الدراسه وغيرها من التفاصيل. اذا نشوف انه هذه المدارس محتاجه فعلا تكون اكو رعايه، اكو تدقيق لها، اكو بعض الاصلاحات لازم نصلحها بالمدرسه، يكون اكو تعفير للمدرسه بصوره مستمره، لان هذا الموضوع ده نلاحظه انه ما موجود. بالتالي انه اغلب المدارس تفتقر لموضوع انه يكون هناك منظفين بها، مدرسة تحديدا المدارس الحكومية تكون مدارس بمساحات كبيرة، هذه المدارس تحتاج انه يتوفر بها اكثر من عامل نظافة. للأسف بعض المدارس تفتقر لعامل النظافة، وايضا بعض المدارس موجود بها لكن واحد او اثنين، هذا العدد هو غير كافي حتى يسيطر على المدرسة، حتى يحاول انه ينظفها، حتى يحاول انه هو يعقمها بصوره مستمره او تعقيم الرحلات وغيرها من التفاصيل. اذا موضوع محتاج تدقيق، محتاج من متابعه من الجهات التربويه والصحيه انه يدققون هذا الموضوع، لان
مع بداية هذا العام الدراسي الجديد بدأت تتعالى أصوات الأهالي بسبب أنه أطفالهم بدأوا يصابون بأمراض، وهذه الأمراض أكيد لتنتقل للعائلة، بالتالي أنه هذه الأمراض تسبب على مستوى الدراسي للطالب. وإحنا مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه إحنا مع بداية العام الدراسي الجديد، إذا محتاج الطفل أنه هو يتابع دراسته، يكون هو بصحة جيدة، يدقق على موضوع الدراسة حتى تكتمل عوامل النجاح ويتفوق وغيرها من التفاصيل. إذا السؤال هنا اللي نريد ندقق عليه نطرحه أنه دور وزارة الصحة بهذا الخصوص، نريد نعرف هل هناك توعية للطلاب؟ هل هناك فرق صحية تكون هي بتواصل مع المدارس بعمل هذه الفولدرات أو إلقاء محاضرة في كيفية الحفاظ على سلامته وسلامة الطلاب؟ وهل هناك تعفير؟ ليش لا يكون أكو تعفير أسبوعي حتى نقدر نحافظ ونخلق بيئة صالحة للدراسة؟ نشوف الجواب إحنا لكم راجعين. الصحة المدرسية تشمل خدمات للفئات من رياض الأطفال وحتى الكليات والمعاهد، رياض الأطفال الابتدائية المتوسطة والثانوية والكليات والمعاهد. آلية هذه الخدمات توجد خدمات داخل المركز الصحي وخدمات خارج المركز الصحي. اللي داخل المركز الصحي فحص طلبة جدد لطلبة الأول ابتدائي رياض الأطفال ومدارس حقك في التعليم، فحص طلبة المتقدمين للكليات والمعاهد، علاج كافة الطلبة المحالين من قبل المدارس ومنحهم الإجازات الاعتيادية والإجبارية وإحالات الحالة المرضية اللي تدعي الإحالة إلى العيادات الاستشارية، إحالة عمال الخدمة والعاملين في الحوانيت المدرسية إلى قطاعات الرعاية الصحية الأولية ومنحهم شهادة الفحص الطبي، وأيضا عندنا خدمات المشورة والعلاج حول صحة اليافعين. أيضا عندنا الإصغاء والمشورة والإرشاد النفسي والاجتماعي، يعني حزمة خدمات صحية نفسية يسموها الخدمات النفسية المدرسية. أما الخدمات اللي خارج المركز الصحي اللي تكون داخل المدارس فهي الفحص العيني لطلبة المدارس الابتدائية للمراحل من الثاني للسادس، الفحص العيني وتقييم الحالة التغذوية وفحص السمع لطلبة الأول المتوسط، وتعزيز النشاط البدني والتربية الرياضية والسيطرة على زيادة الوزن والبدانة لدى طلبة المدارس، الكشف البيئي للمؤسسات التربوية الحكومية ومتابعة الحوانيت المدرسية، وأيضا عندنا تزويد الطلبة بنظارات طبية مجانية من ورش تصنيع النظارات الطبية أو من مكاتب أهلية من ميزانية شعبة الصحة المدرسية، والتوعية والتثقيف الصحي وخدمات العناية بالفم والأسنان، وإقامة دورات تدريبية للمنسقين الصحيين حول خطة المنسق الصحي المحدثة والتنسيق مع وزارة التربية، وأيضا التنسيق مع وزارة التربية ومديريات التربية باللجنة الساندة للامتحانات حول تطبيق الإجراءات الوقائية والمشاركة في حملات تعفير الصفوف والمدارس. هذه السنة احنا في بداية العام الدراسي سوينا إعمام إلى دوائر الصحة وشعب الصحة المدرسية حتى يتابعون ويدزون للتربية يعني الإجراءات الوقائية حول الأمراض اللي يعني كانت بداية العام الدراسي نخاف منها، هي كانت الكوفيد والكوليرا. فصار التأكيد بالمدارس على التأكيد على توفير الماء والصابون والمطهرات طوال الوقت، التأكد من تكرار غسل التلاميذ لأيديهم، تعليم التلاميذ أهمية تغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطاس، نحاول ترك نوافذ الصفوف مفتوحة على الأقل خلال أوقات الراحة، تنظيف دورات المياه والأرضيات وسائر الأسطح في الصف بالمعقمات، تحذير من أعراض المرض وأهم ارتفاع درجات الحرارة، وفي حال ظهور أعراض مرض المفروض أن نشدد على الإجازة الإجبارية، والحرص على أن تكون عملية دخول وخروج التلاميذ من الصفوف هادئة ومنظمة والحد من الازدحام، تعليم وتثقيف التلاميذ على تجنب تبادل الأكواب والمناديل وغيرها، والحرص على أبقاء التلاميذ والكادر التدريسي اللي عندهم أعراض المرض على أنه يأخذون الإجازة وما يدامون إلا التأكد من سلامتهم من الأمراض، وتنظيف خزانات المياه بشكل دوري، المحافظة على البيئة المدرسية النظيفة والإصحاح البيئي. هذه الأشياء كلها نأكد عليها في بداية كل عام دراسي، يعني منع بيع الأطعمة المكشوفة في المدارس، إحالة الحالات المشتبه بها إلى أقرب مؤسسة صحية للعلاج، حملات توعية للكادر التدريسي حول المرض وطرق الوقاية منه، وحث الطلاب على شرب المياه المعبأة لصالح الاستهلاك البشري، عدم تناول الأطعمة المكشوفة، النظافة الشخصية وغسل اليدين، كل هذه يتم الحث عليها في بداية العام الدراسي.
عن طريق شعب الصحة المدرسية اللي تسوي زيارات إلى كل المدارس، ونتمنى للطلبة يعني صحة جيدة. مشاهدينا الكرام، طبعا تعتبر المدارس هي نقطة ساخنة للبكتيريا والفيروسات، وهذه المدارس تجمع الأطفال من مختلف الفئات ومن مختلف البيئات، وبالتالي يكون هناك اختلاط الأطفال السليم مع الطفل المصاب بأمراض مزمنة، الطفل اللي يكون هو يعاني من بعض الأمراض اللي تكون هي كإنفلونزا وغيرها. بالتالي احنا بحالة او بموسم تغيير الجو اللي يكون هو جو متذبذب، يعني تكون هي بتغييرات يعني في الصباح جو شكل وبعدة من المدارس جو آخر. وأيضا ما ننسى أنه بعض المدارس هي تفتقر بوسائل الراحة اللي يحتاجها كل طالب، كأن يكون مثلا متوفرة الكهرباء أو تكون هناك وسائل تهوية مناسبة، بحاجة إلى تكون هناك تهوية جدا مناسبة. ليش؟ لأن إحنا مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه الطالب يستوعب حاليا بالصف الواحد موجود أكثر من 50 أو 60 طالب، فهنا التهوية تكون هي قليلة أو ما متوفرة، بالتالي أكيد راح تكون هي نقطة هي ساخنة مثل ما ذكرنا للبكتيريا والفيروسات، وتكون هي ماكو تبديل للجو وتغيير، بالتالي حتى يتنظف هذا المكان ويكون هو صالح ويكون الصف هو مناسب. لأن إحنا نعرف بأخذ الدروس إنه أغلب الصفوف تحاول تغلق الباب حتى ما يتأثر على الصف الآخر، وتكون هي الطالب يستوعب المادة أكثر. لكن بهذه الحالة وبأنه ما موجودة كهرباء، ماكو مراوح، ماكو تبريد، ماكو مبردة، وهي أمور غيرها اللي تحاول تغير الجو، أكيد راح يكون هناك أمراض منتشرة. ومن أكثر الأمراض اللي تنتشر بالمدارس ويعني بداية العام الدراسي هو إصابة الأطفال بالإنفلونزا، بالتهاب المعدة، بالتقيؤ، بالإسهال، بحساسية وتحسس من غير الأطفال اللي مصابين بأمراض الجهاز التنفسي. الأمراض الأكثر انتشاراً في المدارس، وتحديداً نتحدث عن المراحل الابتدائية، المراحل اللي هذه صعب أنه نسيطر عليها، هي محتاجة أنه تكون متابعة من الأهل. بالتالي عندما ينتقل إلى بيئة المدرسة، هنا ماكو الأم هي تحاول تحافظ عليه، أو أنه هذا المكان أنه يحتاج للتعقيم أو التعقم إذا قبل لا تأكل، وهذه التفاصيل ممكن بعض المدارس موجود بها شلون نقول أنه مثل قبل يقولون انه هو الحانوت موجود ومتوفره بعض الاكلات، لكن للاسف بعض الاكلات هي تكون هي غير صحيه، وبالتالي هنا صعب انه نسيطر على الطفل واحنا ما موجودين، فمحتاجين ان تكون هناك متابعه من المدرسه بجلب اشياء تكون هي صحيه للطفل ولسلامته. بالتالي متابعة الأطفال اللي يكونون بالصف هم خاملين يعانون من أمراض، حتى نقدر يكون أكو تواصل بين المدرسة والأهالي حتى نحافظون على بقية الأولاد. بالتالي أنه هذا الموضوع يعني يسبب قلق للأهالي جدا كبير، لأن الأطفال إذا يرجعون من المدرسة، إذا يعني تحديدا مع بداية الموسم الجو كان جدا حار، فدي يرجعون بحالة يرثى لها، بالتالي أكيد راح يسبب هذا الموضوع لهم أمراض. ومحتاجين أيضا أنه نوصي أطفالنا بعدم العبث يعني مستلزمات المدرسة مع الطالب الآخر، عدم أكل الأكل تكون يشارك بين طفل وآخر، حتى نحافظ ونعمل بالممكن حتى نحافظ على ابننا أو بنتنا وعدم انتقال الأمراض إلى البيت. لأن عندما ينتقل المرض إلى البيت، ممكن هذا البيت بي يعني شخص مريض كبير بالسن يعاني من أمراض مزمنة بيقربوا، هذه صعب إنه هو يتشافى، يعني هذا الطفل من ينقل المرض أو يكون هو مريض أكيد كل العائلة راح تتمرض، بالتالي راح يسبب مشكلة للبيت بأكمله. إذا السؤال اللي أريد نطرحه بهذا الجزئية، إنه دور المدرسة بهذا الموضوع شلون تعاونهم مع الأهالي؟ أكو تعاون بين الطالب وبين المدرسة، بين أهل الطالب والمدرسة من أجل الحفاظ وخلق بيئة مناسبة أم لا؟ شوف الجواب، إحنا معكم راجعين. للمدرسة دور كبير في الحد من انتشار الأمراض بين التلاميذ، من خلال أول شيء التواصل المستمر للمدرسة مع المؤسسات الصحية، وخصوصا المراكز الصحية اللي ترتبط بيها والقريبة عليها المدرسة. ثانيا، من خلال التوعية الصحية للتلاميذ من خلال عقد جلسات وندوات صحية، وكذلك
نشر بوسترات صحية تقي من الأمراض على جدران المدرسة، وكذلك من خلال الاصطفاف الصباحي توجيه التلاميذ بالأمور الصحية اللي تجنبهم من الأمراض. وكذلك أيضا يجب أن يكون هناك تعاون بين الأهالي والمدرسة، وخصوصا التلاميذ الذين يعانون من الأمراض المزمنة، من خلال التواصل في اللقاءات الأسبوعية مع الأهالي وكذلك مرشدي الصفوف وإدارة المدرسة. ويجب أن تكون مرشدة الصف خاصة في الصفوف الأولية أن تعرف تلاميذها، ليس الاسم فقط وإنما تعرف حالته، هل هو يتيم، هل هو يعاني من مرض معين، حتى تعتني به وتكون معاملته تختلف عن أقرانه في داخل الصف. حقيقة المرشدة يجب أن تلم بمعلومات جيدة عن كل تلميذ حتى يتم التعامل معهم ومراعاة فروقهم الفردية. قسم أكو بطيئي التعلم، يعني يجب أن أيضا المعلمة تنظر بهذه الأمور. أيضا المعلمة يجب أن توجه التلاميذ من خلال أولياء الأمور للتعاون معهم في كيفية الوقاية من الأمراض ومتابعة تلاميذها من خلال نظافة التلاميذ خاصة في الصفوف الأولية ونظافة ملابسهم، وكذلك الاهتمام بنظافة الصف الدراسي، وهذا كله تأثر أيضا نظافة المدرسة، وكل هذه الأمور تأثر على القضاء على الأمراض التي قد تكون موجودة. أيضا أكو مثل ما تفضلت أكو أمراض وبائية، هذه أيضا قد تكون وراثية وغيرها، يجب الإدارة والمدرسة تدون هذه الأمور في سجلات خاصة للتلاميذ، وبالتالي تتابعهم وتعرف كيف تتعامل مع باقي التلاميذ. نتمنى من الجميع الصحة والسلامة، ونتمنى من مدارسنا أن تستمر في عطائها ومتابعتها، لأن إحنا لا نعطي الدروس العلمية فقط وإنما هي أيضا التربية والصحة والأخلاق وكل الأمور الجيدة يجب أن تعطى في المدرسة بالتعاون مع الأهالي، لأن المدرسة والمعلم لا يستطيع أن يعمل بمفرده، لأن المدرسة هي مكملة للبيت، إذن البيت زائد المدرسة هو يخلق لنا طالب جيد. تعتبر بيئة التعليم السليمة هي من أكثر العوامل المحفزة وعوامل اللي هي تكون مؤثرة على مستوى الطالب، لأن الطالب السليم صحياً هو أكثر قدرة على استيعاب المعلومة ويكون أكثر قدرة على التفاعل في الصف وتبادل المعلومات بين الطلاب الآخرين وبين المعلم. بالتالي أنه إحنا بيئة العراق ما موجودة هذه البيئة السليمة جداً، بعض المدارس تفتقر لهذا الموضوع، بعض المدارس هي محتاجة إلى إعادة هيكلة، محتاجة إلى ترميم، محتاجة إلى توفير المرافق الصحية وغيرها من الأمور. أغلب المدارس محتاجة هذا الموضوع. العلم أنه إحنا ذكرنا قبل قليل أنه هناك أكو مبادرات في بناء مدارس والعمل عليها، لكن محتاجين أيضا المدارس الموجودة حاليا أنه هي يحتاج لها بعض العمل حتى ينهض واقعها وتكون هي بيئة صالحة للتعليم. لأن شنو مدرسة كبيرة، وإحنا نعرف المدارس الحكومية هي أغلبها بمساحات كبيرة، أنه متوفر بها يعني مغاسل عدد 3،
ليش؟ يعني هو الصف الواحد يستوعب أكثر من 50 إلى 60 طالب، بالتالي هل مدرسة بأكملها يكفيها 3 مغاسل؟ احنا الآن بفترة انه انتشار فيروسات، انتشار أمراض معدية، تحديدا المدارس الابتدائية صعب السيطرة عليها وصعب انه تكون انت أكثر شيء المراحل الصفوف الأولية تكون أول والثاني والثالث، بعدهم جديدين ما يعرفون انه هو لازم متابعة الأم والأب انه يعني يغسل إيديه قبل لا يأكل، هذه الأمور يعني تفاصيل كثيرة. فهل من الممكن انه مدرسة بأكملها متوفر بها 3 مغاسل أو أن تكون المرافق الصحية هي غير صالحة للاستخدام؟ بعض المدارس تحاول أنه هي تجمع تبرعات من الأهالي من أجل أنه يخلقون هذه البيئة السليمة، لكن التبرعات بعض الأهالي ما يقدرون يتبرعون، ما عندهم الإمكانية أنهم يتبرعون، تمام؟ أو ممكن يتبرعون لكن مبلغ الإجمالي هل هو كافي؟ ممكن يطلع المبلغ أكمل 1 إلى 1.5 مليون وغيرها، هل هو كافي أنه هو يحاول يرمم مدرسة أو يحاول يصلح بعض الإشكالات بالمدارس؟ أكيد لا. فبالتالي محتاجين أنه التربية والجهات التربوية تعمل على هذا الموضوع، لأن نلاحظ هناك بعض الإهمال من قبل الجهات التربوية على هذه الجزئية، أنه نوفر وسائل الراحة للطالب ويكون هو أكثر المكان مناسب له هي البيئة المدرسية، لأن أكثر وقت يقضي بالطالب وقته هو بالمدرسة. فمحتاجين أن نخلق هذه البيئة. والنقطة الأخرى أنه ننتبه لها، شنو مدرسة ما متوفر بها عامل نظافة أو موجود يكون هو عدد 1 أو 2؟ هل من المعقول أنه مدرسة كبيرة يحتاج لها هو أكثر من عامل نظافة لكن نجد أنه أما موجود أو موجود 1 أو 2؟ هل هم قادرين على أنه هذا الشخص أو الاثنين قادرين على تنظيف هذه المدرسة بأكملها، الساحات المدرسية، الصفوف، هذه الأمور يعني كافية؟ محتاجين أكيد تكون هناك متابعة، محتاجين أنه نوفر عمال نظافة بعدد أكبر يكونون مع الطلاب ويحاولون أنه أيضاً بالتالي أنه إحنا محتاجين المدرسين والمعلمين أنه يعني يذكرون بعض النصائح للطلاب بالحفاظ على النظافة، وبعض المدارس تعمل بالممكن أنه الطالب هو يحافظ على نظافته ونظافة الصف ونظافة المكان، لكن بنفس الوقت محتاجين عمال نظافة حتى نخلق هذه البيئة. بعض الأطفال عندما يصابون بهذه الأمراض للأسف الأهل ما عندهم إمكانية أنهم يودون طفلهم للدكتور، مثل ما ذكرنا ممكن المرض ينتشر للعائلة بأكملها وهذا العدوى تنتقل للعائلة بأكملها. هنا بعض الأهل ما عندهم إمكانية أنهم يودون أطفالهم للأطباء ومتابعتهم، لأن نعرف أنه إحنا من تروح للدكتور خلاص يعني أنت كشفية على أدوية، على ممكن يعني قائمة تطول من الأدوية تصل إلى 100,000 أو أكثر، هذا نحكي على الأطفال الصغار اللي بالمراحل الابتدائية، تمام؟ فهذا الموضوع بعض الأهل ما عندهم، يقول لك أنا ما عندي الإمكانية، فيبقى إنه يجيب أدوية من الصيدلية وممكن تتفاقم مع حالة الطفل، ممكن إنه هو يصحى وهي حسب حالة الطفل، ممكن إنه يودون للدكتور، بالتالي إحنا يحتاج هذا الطفل إلى فترة نقاهة، يحتاج إلى فترة إنه هو يصحى من المرض من أسبوع إلى أسبوعين. عندما يعود للمدرسة نلاحظ إنه الدروس فاتته، إنه عنده حالة من الكسل. إذا الموضوع محتاج إنه إحنا نوصي أطفالنا، محتاجين إنه نتابع غذائهم الصحي، محتاجين إنه نكون على تواصل مع المدرسة، محتاجين إنه نعلم أطفالنا شلون إنه هو يحافظ على صحته، سلامته، شلون يبتعد عن الآخرين، وشلون إنه إحنا نوفر له الغذاء الصحي. فمحتاجين نطرح هذا السؤال إنه كيف نحافظ على سلامة أولادنا، وكأني كأم وكأب شلون أني أقدر أخلق هذه البيئة لطفلي، وشلون أقدر إنه إحنا أقلل من خطر الإصابة بانتشار الأمراض ونحن مقبلين على فصل الشتاء. نشوف جواب إحنا لكم وراجعين. أعراض العدوى يعني أو أعراض المرض الفيروسي اللي يصيب الجهاز التنفسي العلوي غالبا يكون سيلان وانسداد بالأنف، عطس، سعال، التهاب الحلق، حمى، وعادة الحمى ليس يعني مو عالية جدا، وهذا ما يفرق لنا غالبا بين الالتهاب فيروسي أو التهاب بكتيريا. التشخيص عادة يعني حسب الفحص يعني، وغالبا ما يعني الطبيب حسب الخبرة مالته يقدر يفرق إنه هذا التهاب فيروسي أو بكتيري. العلاج حسب مثل الماضي يكون علاج يعني يكون عادة بسيط وحسب الأعراض،
يعني مخفضات درجات الحرارة، ممكن نحتاج مزيل يعني أدوية مزيلة للاحتقان، مضادات حيوية في حالات يعني قليلة إذا كانت العدوى بكتيريا. بالبيت طبعا البيت كلش مهم انه شلون نتعامل وياه، يعني اهم شيء نكثر من السوائل للطفل، في سوائل دافية هاي اهم شيء. الموضوع المهم جدا يعني هو حاليا شلون التوعية، يعني مثل ما يقولون الوقاية خير من الف علاج، حتى نقلل من هذه العدوى ونقلل من انتشارها. اهم شيء التوعية، التوعية تبدي طبعا من البيت وهو اهم شيء، وبعدين من باقي المكانات اللي ممكن يرتادها الطفل مثل المدرسة أو الحضانة أو الروضة. مثل شنو يعني أهم شيء استخدام يعني نعلم الطفل شلون يستخدم المنديل عند العطاس، أنه لازم قبل يعني حالة العطاس أنه يخلي المنديل أو الكلينس على الأنف قبل أن لا يعطس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، هم نعلمه شلون يغسل، ودائما نحاول نعلمه انه يبقون يغسلون هاي يعني تبقى عملية الغسل 20 ثانية اقل شيء. غسل اليدين بعد السعال او العطاس وقبل تناول الطعام، هاي ايضا جدا مهم. اذا تعذر علينا انه يوجد ماء او فشي، هم نوصي نعلم يعني الاهالي او نعلم الطفل انه اذا موجود هذا المعقم مال الايد، كان يكون كحول بنسبة 60% أو 70%، يعقم الإيد عند العطاس أو قبل استخدام يعني قبل الأكل. تنظيف أسطح الطاولات، يعني المكانات اللي يرتادها الطفل هاي كلش مهم إنه تكون نظيفة، وتكون يعني ننظفها بشغلات يعني تحاول إنه تقتل الفيروسات والبكتيريا الموجودة عليها. قلنا مثل ما قلنا أسطح الطاولات، مقابض يعني اليدات مال الابواب، هذا جدا مهم انه لازم ننظفهم جيد جدا. ايش وقت نحتاج جدا انه لازم الاهل انه يراجعون طبيب، وانه هاي الحاله من تصير عندهم، يعني يصير عندهم طفل عنده عدوى فيروسيه بس ما جاي يستجيب للعلاج وما جاي يستجيب للأشياء اللي جاي الأهل يساعدون به الطفل، مثل إيش؟ يعني لازم نروح نراجع الطبيب. مثل إيش؟ أهم شيء يعني استمرار الحرارة أكثر من 3 إلى 4 أيام جاي يعطون مخفضات حرارة وما جاي يستجيب الطفل، هاي لازم أكو لازم استشارة الطبيب. نشوف الطفل إنه لا يعني أول شيء شهيته قلت، ثانيا الأهم شيء سوائل ما قاعد ياخذ سوائل بصورة جيدة، هاي ايضا من علامات لازم نراجع طبيب. بدأت عنده علامات جفاف، يعني جفاف الحلق، قلة الادرار، هاي ايضا من علامات جفاف يعني لازم ايضا مشورة الطبيب. يعاني من الم حاد بالاذن او الحلق، ايضا هاي ايضا من لازم من نشوف هيك علامات لازم نراجع الطبيب. اذا مشاهدينا الاكارم، قبل ما نختم حلقتنا اليوم يجب ان نركز ببعض النقاط المهمه. اولا يجب توصيه الاطفال بعدم مشاركه الطعام ومستلزمات المدرسه مع الطلاب، وايضا هذا يحافظ على صحتهم ويقلل من خطر انتشار الامراض. ثانيا يجب على الاهالي الحرص على تناول اطفالهم لنظام غذائي صحي متكامل حتى نقلل ايضا من خطر انتشار الامراض ومسببات المرض. وثالثا واخيرا يجب على الحكومه ان تكون هي مع الطفل ومع الطالب، يجب على الصحه التربيه انه يوضعون الخطط والحلول للحد من انتشار الامراض في المدارس وخلق بيئه سليمه وصالحه للطفل. اذا احبتي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم، التقيكم الاسبوع المقبل بحلقه جديده، الى اللقاء.